بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطح. اليوم نتعرفوا على واحد النبات جميل جدا وغني في مقومات ديال الماكلة ديالو. إن شاء الله تعرفوا عليه وتعرفوا على الفوائد ديالو. هذا النبات وهو نبات الرجلة، كما كنقولوا في المغرب الرجلة، وكاين شي دول كيقولوا ليه البقله الحمقاء، او لانها تنبت من تلقاء نفسها. سبحان الله العظيم، وهذه حكمه ربانيه في هذا اللي زرع الله في هذه النبته، هذه النبات ديال الرجله. ها هو كيف كتشوفوا قدامكم، ما شاء الله هذا النبات ديال الرجله هذا، شوف هذا راه موجود في الاسواق لانه نبات صيفي تقريبا، وكينبت لينا في جميع الخضروات. ها انتم، ها هو ما شاء الله، شفتوا هنا كنت باغي نقطعوا، ما تلاش ما تشاركوش مع المشاهدين ديالي. ها هو شوفوا نبات الرجله ما شاء الله، نود مع الخضره لانه كيتسقى. ها انتم شوفوا ما شاء الله، ها هو هنا، ها هو الداخل عاوتاني، ها انتم كتشوفوا المشاهدين الكرام، ها هو الداخل غادي نحصدوه، كاين حتى هنا الداخل، جميع الخضروات كينوض معاهم. سبحان الله العظيم، هذا نبات رباني، والفوائد ديالو انه غني بالاوميغا 3 وبزاف كيصلح قلب على الفوائد اللي كيكتبوا العلماء على الفوائد ديال التغذيه، لانه ينشط الكبد، علاج البواسير، زياده شهيه الطعام، علاج حصوه المراره، تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. اصحاب الرجيم هذا راه مفيد، هذا ورخيص. الثمن ديالو مشكلة انه رخيص في الاسواق المغربية. هاد الثمن ديال الرقة كسوى واحد درهم مغربية تبارك الله، ويديها الانسان ويديرها في الطبخ ديالو وياكلها. يطبخها كطبخ بحال الخبيزة، هذا الرجل هادي كطبخ بحال الخبيزة، وراه مفيدة لذات الانسان وغنية، ولقيتها ما تستغناوش عليها. مشاهدي الكرام، ما تستغناوش على هذه. والبذور ديالها، ها هما البذور، شفتوا البذور ديالها، البذور سوداء. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الريجيم، ياخذوا غير واحد المعلقه ديال هذه البذور، ولكن تكون بذور نقيه ما فيهاش مواد كيماويه، بحال هذه تكون بذور نقيه في المواد الكيماويه. اللي بغاو يديروا الريجيم راه صالحه للريجيم، لان كتحبس شهيه الاكل. وهذه سبحان الله العظيم، هذه النبته هذه عجيبه جدا، عجيبه وغنية. انت عاد رهم واستفد فيها. بسم الله، نتوكلوا على الله، نحصدوها نزيدوا على هذه. هذه جبتها من السوق، ما قلتلكمش هذه جبتها من السوق، هذه تقريبا 3 دراهم ما شاء الله، هذه 3 دراهم. وبغيت نزيد عليها هذه، وقلت بلاتي تشاركها مع المشاهدين ونعرفهم بالفوائد. وما خصهم غير يدخلوا اليوتيوب ويكتبوا فوائد الرجلة او البقلة، انتم كتلاحظوا، وشوفوا الفوائد، وهضروا على الدكاتره، وهضروا على الناس اللي كيفهموا في التغذيه واستافدوا فيها. عندنا شحال الخضر ما شاء الله طبيعيه، ولكن ما كنستعملوهاش، هذا هو المشكل ديالنا، كنستعملوا غير المواد الكيماويه اللي كتضر الذات ديالنا. بسم الله، نحفظها بالمقص، بعد عاوتاني غادي تدير نمواد جديده. هذا هو الوقت ديالها، تنبات وسط الزرع، تنبات وسط ان شاء الله. نبات الرجلة، كاين البذور ديالها اللي بغى يزرعها ياخذ يسقي على البذور ديالها. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الدرس ديال نبات الرجلة اللي جمعت لكم، وكنتمنى الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا، والدال على الخير كفاعله. والآن غادي نهبطو نديرو بها شي عشيوه إن شاء الله، فاعله تاركه، نخرجو من الكوليسترول ونخرجو من الدهون اللي كلات الأجسام ديالنا، وصباح نديرو شي دور على البيكار إن شاء الله كما القاعده. وكتشاهدوا أمامكم خضروات، إن شاء الله نقدرو نديرو واحد الفيديو عما قريب على السطح. هذا اليقطين ما شاء الله كيتسلق، ونسلكم حل بهذا اليقطين، كيكونوا هاد الخلافات الجانبية والسرطانات، متخليهمش هاد السرطان، متخليهوش ينمو. هذا غنديرو ليه بحالكم باش نخليو الساق يمشي سليم، يمشي سليم. ها انت واحد السرطان خور هنا، نحيدوه
والساقي يمشي سليم ان شاء الله. وهنا هو بدك تخرج يعني ان شاء الله يبدا تزهر بازهار ذكرويه وازهار انثويه، ومن بعد غادي نلقحهم ان شاء الله تلقح حيوي كما لقحنا القرع اللي كتشافوا امامكم. هذا هو هذا الثمر ديال القرع اللي لقحنا يدويا حتى اليقطين، نفس العمليه غنديروها ليه ان شاء الله. وانا باش تستافدوا في هذه الفيديوهات وتشجعوا تغرسوا، هذاك هو الهم ديالي ان شاء الله. يلا كنتسنى الفيديوهات ديالكم في المسابقه، جاوني تبارك الله شحال الفيديوهات، ولكن كنتسنى المزيد ان شاء الله. يلا تشجعوا بصيفطوا لنا الفيديوهات ديالكم على الرقم التالي 0662 06 23 04، وان شاء الله اليوم 16 من الشهر الجاري نجري القرعه ونعلنوا الفايز ونصيفطوا له البذور ديالو، البذور الاصليه، ونصيفطوا له بذور ديال اللفت الالماني. هاو كيف كتشاهدوا اللفت الالماني، سواء الابيض الفيولي او الابيض. يلا بهذا المنظر الجميل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.